اطلقت قواتنا يوم أمس الاثنين 10 أيلول 2018 ومنذ ساعات المساء المرحلة الأخيرة من حملة عاصفة الجزيرة ومن 4 محاور مستهدفة القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في آخر معاقله وتحرير قرى وبلدات هجين والسوسة والإشعفة مع القرى والمزارع التابعة لها. المعلومات الاستخباراتية لدى جهاز قوات سوريا الديمقراطية يقول يوجد قرابة 3000 مقاتل الذين جمعوا من جميع أنحاء سوريا في هذا الجيب وهم محشودين هناك. يوجد نسبة مقاتلين أجانب كبيرة ليست صغيرة بين هؤلاء المقاتلين 3000.